الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ونشاهد الآن احنا اليوم جمالية منطقة سيهزار. الأجواء يعني منعشة، فيها حرارة لكن منعشة، يعني مدى نحس بالحرارة القوية مثل بغداد أو مثل رامسر. ونشاهد الأجواء الجميلة الطبيعية. الآن نشاهد الأجواء الطبيعية ما شاء الله، وأول مرة أشاهد عراقيين بهذا المكان، لأنه هذا المكان ما ينعرف، ما معروف سابقا. يعني احنا فقط راح ننقل صورة حقيقية عن حملتنا، وراح تتحدث بعض الزوار من الرحلة مالتنا، الرحلة رقم 94. عمو كلكم يعني شنو رايكم بهذا المكان؟ لا خلي يسمعوني، مدين صوتكم ناس ما يسمعون. والله عمو حلو، يعني اول مره بنجي لكم مكان. اي والله النظر وحده طبيعه، يعني البي كلش حلوه وجوها حلوه زين. وفندقنا بالشمال شونه كلش يجنن حلو، حلو. والسياره مالتنا لا حلوه زين. عموما يعني رحلتنا من الطول للطول شلونها؟ مريحه وحلوه، وهواي اماكن وديتنا وكل الاماكن حلوه. يعني بالمستقبل اذا انتم لكم نيه تروحون ويامي وياي، هي اصلا احنا عندنا رحله حاليا وياك احنا وعائلتنا كلها كامله. اي وبعدين بعدين اكيد بعد وهي هات من انت، يعني وهاي مو مجامله، يعني لا مو لا والله مو انا قلت لكم لو حقيقه. لا عادي، لا ام هسه سوا حاجه تم ان زوجتك على مود الرحله الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله مشكورين عمو. طبعا انا تعرفوني بانه انا ما اطلع صور عوائل ولا اطلع صور بنات، ولذلك فقط صوت، هذا فقط صوت. هم تكلموا عن الحقيقه، اللي ما يصدق خليجي ويانا وشاهد. شكرا لكم.